لا يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنا ليلة الحزينة ترتجي ما أيست منك أكبر يا نور العين يمتر رب شيبتني يا ابني وخليت الظهر مكسور شيبتني يا ابني وخليت القلب مفطور ومن عمك العباس ظهري يا علي مكسور أكبر يا نور العين يمتر بالخد وليلة على شبه النبي تخمش بالخدود بس شافته مقطع وفوق التراب ممدود صاحت يا الأكبر لبستني ثياب الحداد ما انت العزيز شلون يا ابني قطعت بي ولا مال ردتك ما رد الدنيا ولا مال ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولا مال ولا مال يا الأكبر خابت ظنوني ولا مال أي أي وعند الضيج يا ابن قطع يا آيات بيا أنا ردت كرتك ذخر الأيام شبي يا وصف انقطاع منك نصيبي نصيبي يا محروم من شم العذبي تقبل الأعمال وأصلح الأحوال بجاه محمد والآل جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم فردا فردا المؤسسون لهذا المأتم الشريف تقبل منهم يا الله اللهم لا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك فإن جعلته كذلك فاجعلني من المرحومين ولا تجعلني من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين.